سمكة الشيطان العملاقة تتحرك باستمرار لأنها لا تمتلك مثانة العوم، فإذا توقفت عن السباحة تسقط إلى القاع وتنفق، لذا فهي مجبرة على الحركة باستمرار، وبإمكانها الغوص إلى عمق 2000 متر. اسمها سمكة المانتا أو سمكة الشيطان العملاقة. قد تعيش لأكثر من 90 عاماً، وتكاثرها بطيء، يصل طول جناحيها إلى 7 أمتار ووزنها إلى 2 طن. تمتلك المانتا أكبر دماغ مقارنة ببقية الأسماك، وهناك نوعان منها يعيشان في مناطق مختلفة، وهما أسماك شيطان البحر المرجاني وأسماك شيطان البحر المحيطية العملاقة. لا تمتلك السمكة أي أسنان، وتتغذى على العوالق، وهي مهددة بالانقراض بسبب صيدها الجائر. فهل سمعت عن هذه السمكة من قبل؟ أخبرنا ماذا تعرف عنها.